كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد. هنعمل السنة دي كحك العيد في البيت بطعم ولا أروع. أول حاجة هنجيب كوباية إلا ربع حليب ونضيف لهم معلقة ونص صغيرة من الخميرة الفورية، هخلطهم وهسيبهم على جنب. وفي بولة تانية هضيف نص كيلو سمنة مجمدة، عليهم معلقتين سكر باودر وأخفقهم كويس لحد ما اللون يبقى فاتح بالشكل ده. هجيب كيلو دقيق منخول كويس واضيف له معلقة كبيرة من ريحة الكحك أو بهارات الكحك، معلقة ونص صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة سمسم، وهخلطهم كويس وابدأ أضيف الدقيق على الخليط السائل عندي وعجن كويس لحد ما الدقيق يشرب السمنة بالشكل ده. هضيف آخر حاجة الحليب والخميرة على خليط الكحك، وكده العجينة بقت جاهزة معايا. هغطيها واسيبها تستريح ربع ساعة. بعد كده جهزت الحشوة بتاعتي ملبن بعين الجمل. هبدأ بقى شكل الكحك بتاعي وحشيه. بدأت أكور العجينة كور صغيرة وأحشيها بالشكل ده وأقفل على طول. استخدمت مناقيش الكحك، أي مناقيش متوفرة عندك، وشكلته بالشكل اللذيذ ده. وجبت صينية وبدأت أرص الكحك بتاعي ودخلته فرن متسخن على 180 لمدة تلت ساعة. أول ما ياخد اللون الجولد الحلو ده هخرجه وزينته بالسكر. هو كده بقى جاهز، طعمه تحفة.